السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول السائل: ما حكم لبس الأساور التي من الجلد أو من الحديد، وهل تقاس على ساعة اليد؟ ما يجوز لبس الأساور. لبس الأساور ما هذا للنساء، ما هو للذكور، إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل المريض في المستشفى يوضع على يده شيء من الرقعة التي توضع على ذراعه حتى يعرف يعني نوع مرضه، يعرف هذا لا بأس للحاجة. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.